في equation بتوقع ناس كتيرة قوي هي نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو قال ان F equals ma. طبعا F هو بيكلم عن net force. net force او resultant force. net force mass multiplied by acceleration. خلي بالك احنا دايما عارفين ان الماس ده بيبقى constant. فده كده constant. معنى كده ان الاكسلريشن والفورس هما اللي دايركتلي بروبورشنال. كل ما النت فورس بتزيد الاكسلريشن بيزيد. بس في كونديشن وير ذا اوبجكت از ات ايكوليبريم. ايكوليبريم معناها ان النت او ريزلتنت فورس ب 0 نيوتنز فالاكسلريشن 0 مترز بير سكند سكوير. ده معناه ان انا ما عنديش اكسلريشن يبقى الاوبجكت از موفينج وذ ا كونستنت سبيد. كونستنت سبيد اي كود بي موفينج وذ وات ايفر سبيد او اي كود بي موفينج ات 0 اللي هي ات ريست. يبقى كونستنت سبيد معناها حاجتين، يا اما موفينج بيتحرك بسبيد ثابته ايفر هي 10 20 30 متر بير سكند بس بيفضل ماشي بيها، او اترست ستيشنري السبيد بتاعتي زيرو وير زيرو از اكشوالي ا كونستنت. طبعا اي رقم في الفيزيكس يتحط بعديه يونت، زيرو نيوتنز او